شريان وحياة البصريين تم توثيق عناصر التنوع الأحيائي فيه عبر الأطلس المائي لنهر شط العرب الذي أعده فريق من المختصين بكلية الزراعة وبشكل طوعي، وقد رصدوا تحولات كثيرة طرأت على نوعية المياه وتركيبة الأسماك بعد زيادة مستويات التلوث وصعود اللسان الملحي القادم من الخليج. ما يمر به شط العرب هي مرحلة الخريف، فهناك مستويات كبيرة من التلوث، هناك تدهور في نوعية مياهه، هناك اختفاء العديد من الأحياء المائية. ومن مميزات هذا الأطلس يوفر قاعدة بيانات ضخمة التفاصيل عن نهر شط العرب، حيث يتوغل في تاريخه القديم ويسرده ب12 فصلاً، وتحوي على حقائق علمية تم اكتشافها كوجود كائنات منقرضة كانت تعيش قرب ضفافه كالأسود والفهود، وبالإمكان إعادة توطينها ثانية. أكو معلومات يعني غريبة، مثل قبل بالأربعينات موجود فهود، موجود أسود، موجود ضباع، موجود حمار الوحش السوري، كثير من الكائنات اللي إحنا يعني حتى بعمرنا ما سامعين بيها، لكن كانت موجودة وموجودة على ضفاف شط العرب، كلها انقرضت. والأطلس الحالي سيكون بمثابة مرجع علمي للباحثين، بالإضافة إلى الأجيال الحالية والمقبلة، بهدف تعريفها بمراحل نشأة نهر شط العرب الذي يبلغ طوله حوالي 200 كيلومتر، ويتكون من التقاء نهري دجلة والفرات ويصب في مياه الخليج. هدف هذا الأطلس هو تحديد ما كان موجود سابقا ومقارنته بالوقت الحالي. لو مرت بعد سنين أخرى حتى تتعرف الأجيال السابقة عن ما كان موجود في ثروته، لأن شط العرب فعلا يعتبر هو يعني ثروة قومية. وتجدر الإشارة إلى أن نهر شط العرب تتفرع منه الكثير من الأنهار، وما يؤسف له أنها تحولت إلى مكب لمياه الصرف الصحي. الأطلس المائي لشط العرب بات أرشيفاً وثائقياً دون كل ما له علاقة بهذا النهر الذي أضحى من أهم علامات المدينة المميزة. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.